طيب تعالوا بقى نروح شويه للعالمين ونروح تحديدا لاحتفاليه شباب مصر اللي نظمتها وزاره الشباب والرياضه في العاصمه الاداريه الجديده، عفوا مش العالمين، العاصمه الاداريه الجديده، واللي هو شارك برضو فيها العالمين على فكره في ايفنت عظيم، فانت يعني طبيعي. كنا امبارح بنتكلم على كده عن موضوع بالزبط. العالمين، صحيح. المهم الكلام ده بقى في العاصمه الاداريه الجديده، وبالمناسبه شارك في هذا الحدث وهذه الاحتفاليه مجموعه كبيره من الابطال الرياضيين من رياضات مختلفة، وكمان كان معاهم عدد من الشخصيات العامة، والكلام ده كله كان بيحصل بالتزامن مع إطلاق مبادرة اسمها صيف شبابنا، طبعا دورها الأساسي هو تعزيز دور الشباب في بناء مستقبل مصر. تعالوا نتابع ونشوف إيه اللي حصل. اتفضل. في وجودنا النهاردة في هذا المكان المستقبلي حاضر العملاق الحقيقة العاصمة الإدارية، أنا بشكر كل الشكر والتقدير لأخي وصديقي المهندس خالد عباس رئيس شركة العاصمة الإدارية، الشريك الأعظم في كل يعني هذه الاحتفالية بشكل كبير جدا، اللي قدم كل الدعم وكل حاجة إن نعمل النهاردة الملتقى الرمزي لشباب مصر يوم شباب مصر. كل التحية والتقدير مهندس خالد عباس والعاصمة الإدارية. هو الايفنت ده بنرتب له بقالنا كتير جدا، يمكن اخر ترتيبات او تجهيزات كانت امبارح، يمكن اكتر من بعد 12 بالليل موجودين هنا بيرتبوا للايفنت، وبرده موجودين انا وزمايلي من بدايه اليوم خالص ومن الصبح، عشان احنا نكون في استقبال زمايلنا اللي جايين من المحافظات، لان وزاره الشباب والرياضه منظمه الايفنت ده، وكل الشباب اللي موجوده من محافظات مختلفه مش بس موجودين في القاهره او الجيزه، وطبعا الوزاره على طول بتعمل انشطه للشباب مش بس للقاهره الكبرى، لا المحافظات كلها، ماراثون، أنشطة رياضية، أنشطة برضو تعليمية، فده مش أول إيفنت ولا هيبقى آخر إيفنت لوزارة الشباب والرياضة. طبعا إحنا بنشكر الوزارة وبنشكر البلد على أن هي بدأت تهتم بالدراجات كرياضة وبدأت تنشر ده في الطرق، وبدأت تأهل البلد بتاعتنا أن هي بدأت تعمل طرق للدراجات، فده كله بدأ يساعدنا ان احنا ننزل ونهتم بالرياضه، وطبعا اي ماراثون رياضي بقى موجود احنا بقينا موجودين فيه بشكل اساسي، فده شيء فرحنا. والنهارده كان فيه طبعا الدرجات الناريه معانا، فده كان شيء دمج كويس ما بيننا وما بين الدرجات الهوائيه والدرجات الناريه، فده كان شيء مشرف طبعا لينا. كل مره باجي الاقي انجازات جديده، بشوف ازاي التطور، بشوف ازاي الصحراء اتحولت لمباني، بشوف ازاي شقينا الصحراء شقينا الجبال حرفيا، بشوف التطور يعني، واحنا جايين في السكه تقريبا كل مره في تطور، في مباني، في كومباوندات، في تقدم، في رقي، في شباب النهارده جايين يشوفوا بلدهم بقت عامله ازاي، بلدهم وصلت لايه، بلدهم بنقول دلوقتي الشباب احنا يومنا، احنا اللي جايين، ده كله بيتعمل علشان احنا. هو يوم جميل وممتاز وتنظيم رائع، اكتر من رائع. دي مش اول طبعا احتفاليه تعملها وزاره الشباب والرياضه، تمام. انا مصطفى فيصل محروس عضو برلمان شباب مصر على محافظه سوهاج، وكيل تاني لجنة شباب الرياضة في برلمان شباب مصر. برلمان شباب مصر هو نموذج محاكاة من مجلس النواب الكبير تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة عامة وعلى مستوى المحافظات كمان. يعني كنت بسمع العاصمة الإدارية، أنا أول مرة أجيها، كان بالنسبة لي أفكار عادية، لكن لما جيت النهاردة وشفت فعلا قدامي اللي بيحصل دوت والصرح الكبير والإنجاز اللي قدامي، فعلا الأفكار اللي جوايا بقيت افكار حقيقيه، خلاص بدات احس ان فعلا في مشروع قومي بيحصل. انا بشكر فعلا مديريه الشباب والرياضه بسوهاج الدكتور محمد فريد، وبشكر الدكتور يسري كفافي، بشكر الاستاذ احمد حسن والاستاذ محمد اللي لزمونا اليوم النهارده وتعبوا معانا جوا عشان نوصل لليوم الجميل ده. بجد بجد انا فخور وسعيد جايين النهارده العاصمه الاداريه الجديده اللي احنا نشاركه في اليوم بتاع شباب مصر، احتفاليه شباب مصر تبع وزاره الشباب والرياضه، اللي احنا بنشوف الانجازات ديت في اول مره في القاهره الجديده في مصر الجديده لرؤيه مصر 2030 اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل فيها كل حاجه حلوه، واللي احنا نشوف فيها الاستثمارات لاول مره في الدنيا بحالها في العالم كله. العاصمه الجديده ديت هتعمل خير للبلد واستثمارات يعني ما اقولكيش، بسم الله ما شاء الله، عظم على عظم. مبدئيا كده دي ثاني مره احضر العاصمه الاداريه واكون موجود وسط هذا التحفه المعماريه، بجد يعني حرفيا احنا بنشكر معالي الرئيس عبد الفتاح السيسي على الجمال والدلال فعلا. ده مدينه في حرفيا لازم أن تكون عالميه، لان كل خطوه فيها بتحسب ب 100 سنه قدام. فعلا الجيل الرابع لما يجي هيكون
شايف مصر حاجة تانية زي ما فعلا الرئيس عبد الفتاح السيسي قال في 2020 هتشوفوا مصر حاجة تانية، وفعلا شفناها حاجة تانية، وفعلا مصر فيها حاجة حلوة. خلينا نقول ان احنا النهاردة من ساعة ما دخلنا العاصمة الإدارية من البوابة من بره واحنا شايفين قد ايه ان في خير في البلد، شفنا قد ايه دايما بيقولوا لنا انتوا هتروحوا فين في البلد دي. احنا لما جينا العاصمة الإدارية وشفنا كل حاجة بعينينا من اول مجمع الوزارات لحد ما وصلنا لساحة الشعب، واحنا بجد احنا شايفين مستقبلنا. احنا كشباب كنا فاكرين احنا ممكن لما نتخرج من العاصمة نتخرج من الجامعة ممكن ما نلاقيش شغل لينا، لا بالعكس لما جينا النهاردة العاصمة الإدارية واحنا اول مرة كشباب نيجي هنا النهارده كانت خطوه كبيره جدا ان احنا نغير كل المعتقدات وكل الفكر اللي هم بيزرعوه عندنا. احنا كشباب قالوا لنا مش هتلاقوا شغل، بالعكس لما جينا هنا العاصمه الاداريه وشفنا قد ايه كم وزاره بتتكلم وقد ايه كم وزاره موجوده هنا في العاصمه وقد ايه ان احنا ممكن تتيح لكذا شاب فكره فرصه شغل او فرصه عمل، لا بجد احنا غيرنا معتقداتنا.